السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المغرب في الاناليز جوجل تبين على ان الجهة الشمالية المغربية وحدها والجهة الجنوبية كذلك وحدها، كما نشير على ان المغرب وقع عريضة ضد جوجل ماب لكي يغير تصميم الخريطة الذي كذلك يفصل المغرب إلى نصفين. ولحد الساعة جوجل ماب ترك هذا الأمر. إذن كما هو يقال دائما على أن الوحدة المغربية موجهة لها أطماع دولية. هنا بريطانيا التحق بجبهة أو مرتزقة بوليزاريو ويصورهم كعلى أنهم نظام ومؤسسة. كذلك انظر إلى التقنية التي يمتلكونها، انظر يحمون أرجلهم من الحر حتى لا يصعد الحر من الأرض، انظر كذلك التنظيم العسكري، يعني هنا تنظيم عسكري هنا يعني راية يعني، هنا كذلك السير، هنا كذلك تكتيك حرب العصابات، هنا كذلك اختفاء حرب عصابات، هنا كذلك مراكز الدعم، هنا في مدير الفيديو لجوجل لا نرى نفس التصميم الذي انتجته شركة جوجل، انتجته في الموقع الفيديو الذي اشترته منذ مدة، نفس التصميم وضعت نفس التصميم. إذن الصحراء محل أطماع دولية، وهذه الخريطة تجزئ المغرب افتراضيا على سيرفرات الانترنت. العقل الباطن يسجل الرسومات حتى يتطبع العامة بهذه الصور وتصبح القضية يعني غير وطنية أو غير دي قوة كما كانت من قبل. على الإخوة اليوتيوبرز أن يراسلوا الشركة وكذلك موقع جوجل، إيميلاتهم معروفة، ونقول للمصور البريطاني على أنك صورت هؤلاء الشرذمة أو هؤلاء المرتزقة بأحسن صورة يعني، وهم أبشع مما تتصورون، باعوا وطنهم بفتات على موائد الغير. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.